ايوه حاضر حاضر. في ايه؟ حاضر يا اللي بتخبط، في ايه؟ الله، هجيب كرسي واقعد جنب الباب عشان اللي بيخبط افتح له على طول. ده ايه الهم ده؟ ايوه طيب. اهلا اهلا يا عسريه، حاش من شافك. تراب، مع اني لسه منظفه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، اول مره تشرفيني في بيتي المتواضع. اتفضلي يا عسريه، اتفضلي على الكنبه دي. هي صحيح متواضعه بس دمها خفيف. كلها تراب. وبعدين البيوت بناسها يا عم جابر، وانا مش جايه الضايف، انا جايه اقول كلمتين على السخان واتكل على الله امشي. الله، طب ما قلتهمش في التليفون ليه؟ ايه يعني، بدل ما تتعبي نفسك تشربي حاجه. انا لا ليا لا في شاي ولا قهوه، انا عندي طخت. طخت يبقى كركديه، ولا اقول لك عندي خشافتين شوكي بيشوكوا متلك يستاهل بوبي. ما قلت لك مش عايزه. يا عسريه، انا بحاول ابقى ذوق معاكي وانت لسانك زي الفرائله. بقول لك ايه يا عم جابر، انا جايه خلف مراخيري، ومع كده مش عايزه اتخانق. لا، قول اللي عندك يا مرات ابن اخويا، مع اني اراهنك انك جايه تتكلمي عن بليغ. شاطر ذكي متنور، انا عايزاك تبلغه وتقول له ان انا مش هسمح له يهوب من بيتي ويدمر اللي انا بنيته. يدمره ازاي يعني؟ عيالي، يبعد عن عيالي خالص، دول هما اللي حيلتي، ويبعد عن بيتي، وبالذات طارق. طارق ابني عشان طيب وخيبان، ولو جالكوا هنا في اي وقت ما تدوهوش ريق حلو، مشوه من هنا. وانا ست بعرف ربنا وما بقبلش قرش حرام. هتجيله الخمسة مليون اللي اداهم لاخوه امين عشان يشغلهم له. اولا الخمسة مليون دول مش كل المبلغ، ده جزء من الورث. خدوا امين جوزك مع اخوه التاني برعايه صابر وخبوه عن بليغ بحجه ان بليغ سفيه مش هيقدر يحافظ على فلوسه. انما المبلغ الحقيقي مش اقل من 100 مليون جنيه، ده غير الفوايد، ضايعين بين ورثه امين وورثه فطيم. عارفه بليغ قبل ما يسافر قال لي ايه؟ قال لي يا عمي انا الفلوس دلوقتي ما تهمنيش، وبعدين اللي عندي ولاد اخواتي كانهم عندي بالظبط، وانا راجل لا متجوز ولا عندي ولاد. طب ما هو كان عاقل اهو. امال رجع يا اخويا متشمر علينا ليه؟ عايز مننا ايه؟ ما سيبنا في حالنا، مش بقشش علينا بيهم. على العموم انا هقول له اللي انت قلتيه، مع اني متاكد انه مش هيوافق وهيرفض.